إذن بشأن تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن العراق، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، مرحبا بكم. يعني كما ورد في الخبر، 6 منظمات تطالب السلطات في العراق بأن توضع تنفيذ خطة لمكافحة التعذيب، طبعا من بينها مركزكم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. هذه المطالبات كما تعرفون دكتورة تأتي إثر تقرير لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، والذي دان الانتهاكات الحكومية بحق المعتقلين. لكن السؤال المطروح هنا، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الحقوقية لوصول اللجنة الأممية المهمة لقناعات تدين هذه الممارسات الحكومية تجاه المعتقلين؟ نعم، السلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته. السلام ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. يعني في الحقيقة منذ البداية كنا نؤكد على ضرورة توثيق أكبر عدد ممكن من الانتهاكات من أجل يعني الوصول إلى هذه النتيجة التي وصلنا لها حاليا، وهي التقرير الأخير الذي يعني أصدرته لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس حقوق الإنسان. يعني هذا هو دور المنظمات الحقوقية، مراقبة ورصد وتوثيق يعني بأكبر عدد من تفاصيل كافة وأكبر عدد من الانتهاكات وإيصالها إلى المجتمع الدولي، من أجل إبراز ما يحدث في حقيقة في العراق، ويعني إظهار صورة ثانية مغايرة لما تحاول الحكومة العراقية أن تظهره من أن هناك قانون وأن هناك إرهاب ومشكلة العراق في الإرهاب وغيرها. وفي الحقيقة مشكلة العراق هي أن هناك لا توجد قوانين تنفذ في العراق، وهناك حكومة يعني تمارس أبشع أنواع أساليب التعذيب بحق المواطنين وتحاول أن توصم هذا بالإرهاب. الحقيقة دور المنظمات خاصة في يعني المناقشات الأخيرة و يعني ما نتج عنها من الحوار مع الجانب العراقي يعني يظهر حقيقة يعني أهمية التوثيق الذي تقوم به هذه المراكز. دائما كان يتساءل المواطنون وما الفائدة من يعني أن يتم في هذا الإطار. دكتور عفوا، في هذا الإطار يعني الجميع يتساءل، ربما ذو المعتقلين والمخفيين قسريا، ما أهمية هذه التقارير بالنسبة للمعتقلين والمخفيين قسرا؟ الواقع يؤكد استمرار هذه الانتهاكات دكتورة، على الرغم من كل يعني التقارير التي تصدر من منظمات تعنى بحقوق الإنسان. في الحقيقة لديها نتائج، مع العلم أنها ليست في الحقيقة ظاهرة كثيرا، ولكن في الحقيقة بعض الممارسات تم تحديدها نتيجة يعني تقارير المهمة التي قامت بإصدارها المنظمات والمراكز الحقوقية، ليس فقط مركزنا، العديد من المراكز الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان. يعني في المدى الحالي يعني نقول أنه لا توجد هناك في الحقيقة يعني موقف واضح، أو هناك يعني مثلا إدانة، حتى يعني التقرير الأخير هو كان في الحقيقة نوع من الإدانة، ولكن هذا لا يعني أن هذه نهاية الطريق. الحكومة العراقية الآن ملزمة أمام اللجنة الأممية هذه أن تقوم بيعني خطوات، خاصة وأن ما قامت به الحكومة العراقية لحد الآن لا يرقى لما يعني نطمح له من تحسين حالة حقوق الإنسان، وكما تفضلت أن الحالة لا تزال مستمرة على ما هي عليها، وخو التعذيب لا زال مستمر في السجون العراقية، ولكن على الأقل الآن حالات الإخفاء القسري الآن أقل مما كانت في الأوقات السابقة، وهذا يعني أن هناك تأثير. ولكن هذه الحكومة لا تريد أن تعترف بأنها مخطئة. هذه طبيعة أي حكومة وطبيعة أي من مرتكبي الانتهاكات لا يعترف. ولكن دكتورة، ربما يعني الطرف الآخر يقول بأن التعذيب محظور بموجب الدستور الحالي في العراق، لكن الحكومة ولم تجرم موضوع التعذيب. إلى ما ترجعين هذه الازدواجية في المعايير التي تتبعها الحكومة أو الحكومات المتعاقبة بشكل عام؟ نعم، بالتأكيد يعني كما هو واضح أن هناك دستور يقول أن
تعذيب يعني محظور في العراق، ولكن في الحقيقة هو موجود في العراق ومستمر ومنتشر على نطاق واسع. نعم. هذا يعني الحقيقة لأن من يقومون بهذه الانتهاكات هم ينتمون إلى الحكومة، ولذلك يعني يستعملون كافة قوتهم وسطوتهم وسيطرتهم من أجل يعني عدم وصول ضمان عدم وصولهم إلى المحاسبة، خاصة وأنك جميع من يقوم بهذه الانتهاكات ينتمون إلى الأحزاب الحاكمة، ينتمون إلى الميليشيات التي تسيطر على العراق، فكيف نتوقع من أي مجرم أن يقول خذوني؟ في الحقيقة يجب أن يعني يقوموا بالتغطية على جرائمهم والتهرب، ولكن هذا لن يستمر طويلا. الآن في المدى المنظور لا نستطيع أن نقول أن هناك مجرم يتم معاقبته، ولكن هذا لا يعني أن هذا الحقوق سوف تضيع، الحقوق تبقى ما دام هناك من يطالب بها، وسوف تصل هذه العوائل المنكوبة بما حدث لأبنائها من عمليات تعذيب، من عمليات إعدام جائرة، من عمليات إخفاء قسري، سوف يحصلون على حقوقهم في الأخير باستمرار بالمطالبة. نبقى نعم. في نفس النقطة، مبدأ التناقض والازدواجية، هذه الازدواجية في التشريعات ومراوغات المشرع، هناك من يقول إنها ترجع إلى نية مسبقة في تعزيز مبدأ الإفلات من العقاب، تعتقدين ذلك دكتورة؟ نعم بالتأكيد، خاصة وأن المسؤولين عن هذه الجرائم يتمتعون ب يعني بثقل مالي، بسيطرة، بقابلية على إرهاب الناس، ولذلك يعني يستمرون بالإفلات من العقاب، ولذلك أيضا هم هذه تثبت أن لديهم نية مسبقة، لأنهم يرتكبون مختلف أنواع الجرائم، ولأنهم مسنودون من دول خارج العراق، من دول أجنبية، ولذلك هم يستمرون، مما يؤكد أن هذه فعلا هذه حقيقة، أن هناك نية مسبقة للاستمرار بالإفلات من العقاب، لأن هذه من يقوم بهذه الجرائم ليست لهم انتماءات وطنية، بل انتماءاتهم خارجية، ويحققون أهداف الخارج في العراق، وليس لمصلحة اي مواطن ان يفلت اي شخص من العقاب، واي اي مسؤول عن اي جريمه من العقاب، لان هذا سوف يؤدي الى انتشار الجريمه في العراق، ولذلك مبدا الافلات في العقاب الان المنتشر في العراق يؤكد انه عن نيه ومسبقه من اجل ان تصل الاوضاع في العراق الى هذا الوضع، من تهجير للناس، من تغييب قسري، من عمليات اعدام للابرياء. نعم. من اجل تحقيق اهدافهم والسيطره وارهاب الشعب العراقي. عبر سكاي من لندن مستشاره المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتوره فاطمه العاني، شكرا جزيلا لكم.